إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فقد أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فدرسنا في هذه الليلة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وإكمال ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية من أسماء الله وصفاته والتفقه في هذه الأسماء ومحبة هذه الأسماء وهذه الصفات سبب في دخول الجنة. وأذكركم بقصة الصحابي الجليل الذي كان يصلي بأصحابه ثم يختم بعدما يقرأ سورة بسورة قل هو الله أحد ويكررها، فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لماذا يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. فالتفكر والتدبر لما جاء في الكتاب العزيز من أسماء الله وصفاته ومحبة ذلك سبب لدخول الجنة. وقد وصلنا إلى صفتين عظيمتين واسمين كريمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم لله فهو مشتمل على صفة، وهذان الاسمان هما السميع والبصير. والسميع مشتمل على صفة السمع، والبصير مشتمل على صفة البصر. ولا بد أيضاً أن نتذكر القواعد المهمة وهي مستنبطة من الكتاب والسنة فيما يتعلق بهذه الأسماء والصفات، وهي أن ندرك أنها لا تشبه صفات المخلوقين البتة، لأن الله عز وجل لا يماثله شيء، والله ذكر ذلك في محكم التنزيل فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الاسمين الكريمين السميع البصير له سبحانه وتعالى، ونفى عنها المماثلة ليس كمثله شيء. فالمؤمن يعتقد أن هذه الأسماء والصفات ليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين، ولا يمكن أن ندرك كيفية هذه الصفات البتة، لكننا ندرك المعنى. فإن الإنسان لما يسمع كلمة السميع يدرك أنه هو الذي يدرك المسموعات، ولما يسمع كلمة البصير فإنه
يدرك بأنه الذي يرى المبصرات، فهو يدرك المعنى ويفرق بين المعاني، وإلا في أي شيء يكون التدبر لو لم يكن على هذه في هذه المعاني العظيمة. ثم لنعلم أيضاً بأن الله عز وجل هو خالق الكمال في الإنسان وفي غيره من الحيوان، وخالق الكمال أولى به، فإنه من المستحيل أن يعطي الكمال لمخلوق وهو ليس فيه. فالكمال في المخلوق، السمع في المخلوق كمال والله أولى به، والبصر في المخلوق كمال والله أولى به، لكن كمال الله عز وجل أعلى وأكبر من كمال المخلوق، فإن كمال المخلوق مسبوق بالعدم ويلحقه الزوال والفنى ويلحقه الضعف والقصور، وكمال الله عز وجل لا يأتيه النقص بحال من الأحوال، فهو كمال دائم لا يأتيه النقص ولا الزوال. أنت الأول فليس قبلك شيء، كما ثبت في الدعاء الصحيح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهو بكمالاته سبحانه وتعالى لم يكن مسبوق بعدم، وبكمالاته لا يلحقه فناء البتة. والعقول البشرية قاصرة، وقد لا تدرك كمالات الله عز وجل، لكنها تسلم لها وتؤمن بها وتحبها وتتقرب إلى الله عز وجل بالثناء عليه بها. وذكر المؤلف أدلة من القرآن والسنة على السمع والبصر، فذكر قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية نزلت في امرأة صحابية كان زوجها كبير السن وله منها عيال، فظاهر منها وقال: أنت علي كظهر أمي. ثم جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: إن لي منه أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممهم إليه ضاعوا. وتلتمس حلاً من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. وكانت دخلت في بيت عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وهي تعرض هذه الشكوى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله حلاً لشكواها في هذه الآية الكريمة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فإن المجادلة، يعني هذه المرأة، كانت تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتخفض صوتها، وعائشة في الغرفة وتقول: أسمع بعض كلامها،
وبعض الكلام لا تسمعه والله يسمعه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ففي هذه الآيات إثبات أن الله سمع الكلام، وأنه متصف بصفة السمع، والسمع له سبحانه وتعالى صفة ذاتية ملازمة له لا تنفك عنه، فإنها كمال والله لا ينفك عنه الكمال. فهو سمع كلام هذه المرأة، وختم الآية بأنه سميع بصير، بمعنى أنه يسمع ويبصر. وكان مر معنا في الدرس السابق أن له عينان كريمتان يبصر بهما المبصرات، يرى بهما سبحانه وتعالى، لأن البصر متعلق بالعينين. وذكرها للدلالة على أنه أبصر، أنه يبصر الخلق بعينيه، وهذا بخلاف مذهب بعض المبتدعة الذين يقولون يبصر بغير عين، فإن هذا كلام باطل. وتعجب كيف إنسان يقول هذا القول وهو يقرأ القرآن ويسمع الأحاديث، ولكنها البدع إذا استحكمت، والقواعد المبتدعة التي يسير عليها بعض الناس في تفسير كلام الله وكلام رسوله تحمل الناس على أن يأتوا بأشياء لا تقبل البتة. وما كان أحد يظن أن يقول من شم رائحة العلم أنه يبصر بغير العينين. وإذن العينان ما قيمتها؟ فهي عينان كاملتان كريمتان لله عز وجل يبصر بهما. وذكر أيضا قول الله عز وجل عن اليهود، قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فمعنى ذلك أن الله يسمع الكلام الطيب، ويسمع كل كلام، كل مسموع فهو سبحانه وتعالى يسمعه. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا المقولة الفاحشة الكافرة التي تنسب إلى الله النقص والفقر قالها اليهود عندما سمعوا قول الله عز وجل وأقرضوا الله قرضا حسنا، فقالوا يستقرضنا، إذن هو فقير ونحن أغنياء، وجهلوا أن هذا أن الله عز وجل بيديه خزائن كل شيء، لكنه تكليف يختبر الله عز وجل به العباد. ولو أراد الله لأغنى الناس جميعا، ولو أراد الله لنصر المسلمين دائما، لكن هذا تكليف، هذا يختبر الله عز وجل به عباده، لا من فقر ولا من نقص في القدرة ولا في العزة، وإنما ليبذل الناس جهداً وليبذل الناس أعمالاً يثابون عليها ويعاقبون عليها. وكذلك في قوله تعالى لموسى وهارون
إنني معكما أسمع وأرى. لما أمرهم بالذهاب إلى فرعون وخافوا من فرعون قال إني معكما أسمع وأرى، يعني لا يأتيكم شيء يضركم وأنا أسمع وأرى. وهذا قاله لهم من باب الطمأنينة لهم، والمراد أنني سوف أحفظكم وأبين لكم ما يجادل فيه، فعند ذلك شعروا بالثقة، لأن معنى هذه الآية ليس مجرد أنه يسمع ويرى، بل فيها تبشير لهم بالحفظ والرعاية والعناية، فهو سماع خاص ورؤية خاصة. ومثل ذلك في قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، وهذا فيه إثبات البصر، لأنه إذا كان يرى فهو يرى ببصر. ومنها قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذه كلها آيات عظيمة سردها المؤلف للدلالة على هاتين الصفتين الكريمتين وعلى هذين الاسمين العظيمين السميع والبصير. ولهذا قال الشارح هنا هذه الآيات في إثبات صفة السمع لله لم ينفها إلا المعتزلة، يعني المعتزلة يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. ومن أين جاءوا هؤلاء المعتزلة؟ هل هم من أبناء المسلمين؟ نعم، فإن الله عز وجل ظل قوم من الأقوام، وهذه سنة كونية وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت هذه الأمة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فحدثت فرق فهموا في الكتاب والسنة فهما أعوجا لأسباب عديدة مؤثرات داخلية وخارجية، فجاء أقوام فهموا فهما ليس بصحيح. وأول هذه الفرق التي فهمت فهما أعوجا هي فرقة السبئية، فرقة السبئية، وما هم وهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، فإن هذا دخل في الإسلام في زمن الخليفة الثالث عثمان، وهو لا يريد الإسلام وإنما يريد أن يفسد دين المسلمين من الداخل، ولذلك بعد أن دخل في الإسلام حديثاً فبدل من أن يتفقه على الرسول على الصحابة الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ ينشر الشائعات عند أغمار الناس
وذهب بعيدا عن مكان العلم والفتوى في المدينة إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق، وبدأ ينشر بعض الخرافات التي كانت عند اليهود، ويقول إن ما من نبي إلا له وصي، وأن علي بن أبي طالب هو وصي للرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ ينشر الخرافات التي بعد ذلك اعتنقتها فرقة الشيعة. ثم جاء بعد هذه الفرقة فرقة أخرى وهي فرقة الخوارج، وهؤلاء الخوارج لا يعلمون الفقه الصحيح، فلا يجمعون بين الأدلة، وإنما يأخذون طرفاً من الأدلة ويحملونه على ظاهره ولا يجمعونه مع بقية الأدلة، ولهذا رأوا أن من يقع في المعصية فإنه كافر، وقالوا الناس ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما فيهم، وغفلوا عن العصاة الذين يقع منهم الخطأ، وقد وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الناس كبائر من الذنوب، لكنهم لم يكفروا، وهم بناء على ذلك كفروا مرتكب الكبيرة. وبناء على هذا المعتقد وأيضا حرموا من العلم من الصحابة، لأنهم أكثرهم مجموعة من الأعراب وليسوا من الصحابة، مجموعة من الأعراب الذين فيهم شدة ولم يعرفوا التفقه الصحيح، فإن المسلمين في زمن الصحابة يرجعون إلى الصحابة ليستفتوهم فيما أشكل إليهم، أما هؤلاء فلم يلتفتوا للصحابة البتة، وحرموا أنفسهم من العلم من الصحابة، ولهذا لما وقعت فتنة القتال بين المسلمين كفروا المتقاتلين، كفروا المتقاتلين وكفروا مجموعة من الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وممن كفروه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو رابع الخلفاء وهو مشهود له بالجنة ومن العشر المبشرين بالجنة، وزعموا أنه كفر ووقع في معاصي الكفر واجتهدوا في قتله وحصل لهم ما أرادوا فقتلوه، قتلوه وهو ذاهب يصلي الفجر، يصلي بالناس الفجر ويمر في الطرقات ويذكر الناس بالصلاة، فتربص له أحدهم ثم ضربه ضربة على رأسه فقتله، وقد أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قبل وفاته، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشقى الناس أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، وأشار إلى جبهته، وتبتل هذا يعني بالدماء. فجمع الله عز وجل للصحابي الجليل الشهادة في سبيل الله في آخر حياته، فإن من قتل مظلوما فإنه شهيد، من قتل مظلوما فإنه شهيد، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جبل أحد
وكان معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فرجف الجبل رجفة، رجف الجبل رجفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عليك نبي وصديق وشهيدان. وعمر رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وعثمان قتله الخوارج الذين خرجوا عليه. وقتل مظلوما وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد. وأما المعتزلة فإنهم جاءوا بعد ذلك، وهي أيضا فرقة لم تتلقى العلم عن الصحابة والتابعين، وإنما قامت عندهم شبه، ومن هذه الشبه أن ما يوصف الله به لا يوصف به الإنسان، وأن أي صفة في الإنسان لا تطلق على الله. هكذا قعدوا قاعدة من عند أنفسهم، فإذا كان الإنسان له بصر فلا يثبتونه لله، وقالوا هذا تشبيه، إذا كان الإنسان له سمع فلا يثبتونه لله، إذا كان الإنسان له يد فلا يثبتونها لله، وهكذا. فهموا أول الآية فهماً أعوجا، ليس كمثله شيء، ولم يفهموا آخر الآية وهو السميع البصير. ولذلك هذه الآية الكريمة ترد على طائفتين، ترد على الممثلة المشبهة وقد وجد وهم فئة قليلة، وقيل بعضهم من الروافض من يقول له يد كيدي وسمع كسمعي، فترد عليه هذه الآية ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ترد على الذين يقولون لا سمع له ولا بصر. ولهذا قال لم ينفها إلا المعتزلة. وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص، وكذلك الأشاعرة والماتوردية والكلابية، وهم أيضا فرق أخذوا نصيب من أقوال المعتزلة، وكانوا في مرحلة وسط بين أهل السنة وبين المعتزلة، ويردون على المعتزلة فيما يخالفونهم فيه، ويوافقونهم في بعض المسائل، وذلك لأنهم رضوا بالقوانين التي يسير عليها المعتزلة، ومنها عندهم يقولون العقل مقدم على النقل، والنقل هو الوحي الكتاب والسنة، فقعدوا عندهم قاعدة وقالوا العقل مقدم على النقل، فصاروا يقيسون الأمور بعقولهم. لكن هل العقول متساوية؟ هل العقول لا تختلف؟ هي تختلف، العقول هي أفهام، إدراك العقول أفهام فتختلف، ولهذا رأيناهم يختلفون. فالأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات ويقولون هذه لا تخالف العقل، والمعتزلة يقولون لا هذه تخالف العقل. طيب من المتحدث باسم العقل؟ من الذي يتحدث باسم العقل؟ ولذلك ما رد الله الناس إلى الاجتهاد بعقولهم بعيدا عن الوحي، وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولم يقل والعقل، ما قالها، فدل على أن النجاة والعصمة إنما تكون في الكتاب والسنة. ولهذا قال
وتنوعت دلالة الأدلة في إثبات هذه الصفة، ففيها الإخبار بلفظ الماضي كما في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع الله، سمع خبر عن ماضي لأن الآية نزلت بعد أن سمع الله عز وجل. وكقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحو ذلك من الآيات التي فيها المضارع. فين المضارع؟ ها؟ والله يسمع تحاوركما، قد سمع ويسمع. وجاءت الصفة في قول عائشة لما قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وهذا قول عائشة أخرجه البخاري في صحيحه وغيره. وجاءت بصيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل، فقال عز وجل وهو السميع البصير، وقال وأن الله سميع بصير، فتنوعت الدلالات في النصوص على إثبات صفة السمع. لذلك فإن إنكارها أبشع ما يكون، فقد جاءت بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة، وتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا بنوع هوى. وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثباتها، فيكون ذلك أوضح عند النظر في هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات، وهي صفة سمع الله عز وجل. وسمع الله متعلق بالمسموعات، فقوله قد سمع الله قول التي تجادلك متعلق بذلك، فسمع سبحانه وتعالى ما قالت المرأة للنبي، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون سمعه قديم، فيثبتون السمع لكنه عندهم ليس بحادث، فيقولون سمع الكلام في القدم لعلمه به، وهكذا يزعمون. وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن، ولولا التأويل لكانوا كفاراً بذلك، لأن الله يقول والله يسمع تحاوركما، وهم يقولون صفة السمع قديمة، وإن كانت قديمة توقف ما يسمع بعد ذلك، قالوا ما بعد ذلك يعلم لكن ما يسمع، فهذا مصيبة دي. ولذلك يقول لولا التأويل لكانوا كفارا بذلك، لأنهم نفوا صريح القرآن. ومعنى التأويل شبهة قامت عندهم. والكلام في التأويل كلام يطول، والتأويل أنواع، فمنه تأويل يرفع التكفير ولا يرفع الإثم، فصاحبه آثم لأنه ما أخذ العلم من مصدره لكن يرفع عنه التكفير، وتأويل لا يرفع التكفير ولا الإثم. وأظننا في درس سابق تعرضنا لهذه المسألة، وأن فيه تأويل
يعني واضح البطلان، وضربوا له مثل بتأويل القرامطة والباطنية الذين فسروا أركان الإسلام تفسيرا كل يعلم أنه باطل، فقالوا الحج كتم أسرار زعمائنا والصلاة زيارتهم ونحو ذلك من التأويل الباطل، وهذا واضح أن صاحبه لا يريد إلا هدم الدين، يعني تأويل يهدم الدين، فهذا غير مقبول البتة، ولذلك كفرهم العلماء ولم يتردد أحد في الباطنية أنهم كفار، وهم كذلك يعني أفعالهم تدل على معتقدهم الباطل، فإنهم جاءوا إلى الحجيج في مكة وقتلوا الحجيج واقتلعوا الحجر الأسود، وهذا يدل على شدة الحنق على أهل الإسلام، فهذا التأويل لا يلتفت إليه. وتأويل يرفع التكفير، ولذلك يعني بعض الفرق التي تأولت وهي صادقة في قولها فلم يكفرهم العلماء بناء على هذا التأويل، وفيهم يعني من أيقن في الباطن أن هذا التأويل باطل ومع هذا يقول به تعصباً لفرقته أو مجاراة للواقع الذي هو يعيش فيه. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش بعض أهل البدع ويقول لو أقول بقولكم لكفرت ولكنكم عندي لا تكفرون، يقول لو أقول بقولكم، لأنه متيقن أن الصواب ليس هذا، ولو قال شخص وحرف الآيات وهو متيقن أنها باطلة فإنه يكفر بذلك لأنه يحرف الدين عن عمد، لكن إذا قامت عنده شبهة وتأثر بها فإنه عند ذلك لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وترفع عنها الشبهة ويبين له، ثم ينظر في هذا الانحراف بعد أن تقوم الحجة والبيان هل هو من المكفرات أم ليس من المكفرات. ولذلك يصفون بعضهم بأنهم مبتدعة أهل بدع، والعلماء لما تكلموا على حديث الفرق وقالوا كلها في النار إلا واحدة قالوا هذا لا يدل على التكفير، وإنما المراد إنها مسالك تؤدي إلى النار، أن هذه الفرق وأقوال هذه الفرق ارتكبوا مسالك تؤدي إلى النار، مسالك تؤدي إلى النار، وسموا الفرقة الناجية التي لم ترتكب هذه المسالك وهم الذين على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك يسمون بالفرقة الناجية ويسمون بالطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. قال ولهذا فإننا نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع، فإثبات السمع القديم والبصر القديم دون البصر والسمع والكلام الحادث فيه نفي لدلالات النصوص وتكذيب لها، وفي قوله سبحانه والله يسمع تحاوركما هذا فعل مضارع دلالته على الحال، يعني يسمع تحاوركما الآن. ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت، والبيت كله غرفة، هي غرفة لفئة، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها
يعني أن الله سمع الكلام في حينه. قال: وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة، وهذا ولا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن، لأنه يعلم أن الله يسمع سره ونجواه. قال سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فإن سمعه وسع الأصوات جميعا، وما من شيء يسمع إلا والله يسمعه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما وردت في النصوص بدلالاتها. فالسمع من حيث هو فعل أتى في القرآن والسنة على أربعة أنحاء لا خامس لها، انتبهوا لهذا جيدا. يعني عبارة السمع جاءت على أربعة أنحاء: الأول سمع متعلق بالمسموعات، يعني بالأصوات، كقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا سماع للأصوات، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله. هذا النوع الأول المتعلق بالمسموعات. النوع الثاني سمع متعلق بالمعاني، وهو سمع الفهم والعلم والعقل والإدراك، كقوله عز وجل: وكانوا لا يستطيعون سمعا. فليس المنفي هنا سماع الأصوات، يعني الكفار مثلا الذين ما فهموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان لهم أسماع ولا ما لهم أسماع؟ كان لهم أسماع. هل كانوا يسمعون القرآن؟ كانوا يسمعونه، ليس بهم صمم، لكنهم لا يدركون المعاني. ولهذا قال: فليس المنفي هنا سماع الأصوات، بل المنفي سماع الإدراك والفهم والعقل. فقال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ وهم يسمعون كانوا، ولهم عقول، لكنهم لا يستفيدون منها، فصارت كالمعدوم، يعني ما يفهمون. وقال عز وجل: أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى قلبه وسمعه الذي هو سمع الفهم وليس سمع الأذن فقط. هذا النوع الثاني، إذن سمع متعلق بالمعاني، وهو سمع الفهم والعلم والعقل والإدراك. النوع الثالث سمع بمعنى أجاب، سمع بمعنى أجاب، وهذا متعلق بالسؤال، وهذا كما في قولنا في الصلاة: سمع الله لمن حمده. إيش المراد بسمع الله لمن حمده؟ يعني مجرد سمع الصوت؟ وهل نحن ندعو أن الله يسمع؟ هو يسمع، فالمراد به أجاب الله سؤال من حمده، أو أجاب الله حمد من حمده، والإجابة هنا تكون بالثواب أو بالعطاء. فأنت لما تقول سمع الله لمن حمده، يعني تدعو أن الله يثيبه وأن الله
يعطيه ويجيبه. وليس المراد تدعو أن الله يسمع الصوت، فهذا تحصيل حاصل أنه سمع الصوت، لأنه سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات. الرابع سمع بمعنى الانقياد، سمع بمعنى الانقياد، سمع فلان لفلان معنى انقاد له، وهذا كما قال وفيكم سماعون له، يعني إذا ذهب المنافقون فإنهم يأتون بتشكيكات، وفي المسلمين سماعون لهم، يعني عندهم ضعف في التفكير فينقادون لهذا الكلام الخبيث الذي يروجه المنافقون. وفيكم سماعون، مع أنهم كلهم كانوا يسمعون الكلام الذي يقوله أهل النفاق، لكن هنا سماعون يعني منقادون لهذا الكلام فهم. وكذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انقادوا واتبعوا وأطيعوا. وكذلك قوله سماعون للكذب أكالون للسحت، وسماعون للكذب يعني سماع الانقياد، فإن الكذبة أنت تسمع كذبهم، لكن لا تقول للمنكر عليهم سماع لهم، لأن المراد ليس أنه سمع بأذنه، لكن المراد أنه أنقاد. قال وإذا تبين ذلك فهي مرتبة على هذا الترتيب، فقد يسمع السامع الأصوات ولا يفهم، كما في قوله وكانوا لا يستطيعون سمعا، سمعوا الأصوات ولم يفهموا الكلام على وجه. وقد يكون سمع وعقل وفهم ولا يكون إجابة لسؤال، كان يسأل فيسمع الأصوات ويفهم ويعقل معنى السؤال، ولكن لا يجيب، لا يستجيب. أما سمع الإجابة فهو متضمن للإجابة وللفهم ولسمع الصوت، وسمع الانقياد متضمن للجميع. والأوجه الثلاثة الأولى هو قال على أربعة أنحاء، وهي في الحقيقة خمسة، لكنه ما أدري هو ما أورد الخامس هنا ولا إيش، لأن الخامس يدل عليه قول الله عز وجل لموسى وهارون أسمع معكما أسمع وأرى، فإن السمع هنا ليس المراد أنه مجرد يسمع، بل المراد به الحفظ والعناية والرعاية والكلاءة، وليس مجرد أنه يسمع الصوت، وإلا هم ما يشكون أن الله يسمع، لكن هنا أعطاهم وعد، ما دام أنه يسمع سماع إحاطة ورعاية، فعند ذلك حصلت عندهم الطمأنينة وزال عنهم الخوف. قال والأوجه الثلاثة الأولى مثبتة لله على وجه الكمال، أما سمع الانقياد والطاعة فهذا خاطب الله به المخلوق، والمخلوق لا يتصف من تلك الصفات إلا بأقلها، فله سمع يناسب ذاته الحقيرة، سمع للأصوات، وإذا فهم فإنه يفهم الفهم الذي يناسب عقله وذاته، وإذا أجاب فإنما يجيب بما يقدر عليه من الأشياء الحقيرة التي في يديه، وإذا انقاد فإنه ينقاد على وجه النقص أيضا، حاشا الكمل من خلق الله وهم الرسل،
فإن انقيادهم لله وطاعتهم كاملة ومع ذلك يستغفرون الله عز وجل، فإذا تبين ذلك فيظهر لك عظم صفة السمع لله عز وجل واسم الله السميع، فإن الله يسمع الأصوات ويعلم معاني كلام الخلق على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم، فيخاطبه العربي والعجمي ويخاطبه صاحب كل لسان، والله هو الذي خلق اللغات والألسنة، والله يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب تبارك وتعالى. قال: وهذا ملخص الكلام على صفة السمع لله عز وجل. ثم ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآيات الدالة على إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، يعني أن الله يرى، كقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقول الله عز وجل: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذه الآيات العظيمة من جنس الآيات السالفة قبلها التي استدل بها على إثبات الصفات، فهذه الآيات وأمثالها مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ومعنى إيمانهم بها أنهم يعتقدون ما جاء فيها من الصفات ويثبتون ذلك لله عز وجل بألسنتهم، ويقوم في قلوبهم أثر ذلك الصفات، وهذا معنى الإيمان بالصفة، والواجب منها اعتقاد ذلك بعد بلوغ الخبر للمسلم، فنؤمن بأن الله متصف بكل صفة وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونخبر بذلك. وإذا كان للصفة أثر على العبد فإنه يؤمن بذلك الأثر فيعمل بذلك الأثر. وهذه الآيات فيها وصف الله برؤيته لخلقه ولعباده، ورؤية الله عز وجل لعباده ثبتت في نصوص كثيرة بلفظ الرؤية، كقوله عز وجل لموسى وهارون حين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وفيها إثبات صفة المعية لله عز وجل وصفة السمع، وسيأتي تفصيل الكلام على صفة المعية، وسنعرض لبعض الكلام بما يوضح المراد من الآية، وقد سبق الكلام على صفة السمع في الآيات السابقة. والمقصود من استدلاله رحمه الله بهذه الآيات هنا في صفة رؤية الله لعباده، يعني أن الله يرى عباده ويبصر ما هم عليه ونحو هذا. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومثله قوله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ففي هذه الآيات إثبات أن الله يرى خلقه جميعاً ويبصر تصرفاتهم وأحوالهم وما هم عليه، فهو سبحانه يرى كل شيء. ومتعلق الرؤية هو متعلق البصر لله عز وجل، فكما أن سمع الله متعلق بكل مسموع، كذلك الرؤية متعلقة بكل مرئي، فالله يرى كل مرئي، يعني يرى كل موجود، فكل شيء يراه الله عز وجل على ما هو عليه، سواء كان ذلك الشيء صغيراً أم كبيراً، خفياً أم غير خفي، ظاهراً أم باطناً،
يراه الله عز وجل إذا كان من الذوات التي ترى، فهو سبحانه وتعالى لا تغيب عنه غائبة في السماء ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية، بل هو يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل الأصوات. في بقية تفاصيل دقيقة لعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.